ضياعة بهجة العيد من ملامح الطفل عبد الرحمن ذي العشر سنوات، والذي وقفت أسرته النازحة عاجزة عن توفير كسوة العيد له ولإخوانه الأربعة بسبب قصر ذات اليد، فما تحصل عليه أسرته في هذا المخيم تضعه في بطونهم الجائعة. العيد في السنة دي ماشي فرحة له، وماشي دا ماشي بدلات وذي، بعدين الوالد ما يقدر يشتغل ولا شيء يوفر فلوس البدلات العيد، وقعدنا في السنة بالملابس القديمة. من 5 قهلي يعني ما قدرت أجيب لهم ملابس للعيد، والمبالغ اللي تقحني ما تكفيش يعني لليوم. بمثل حالة أسرة الطفل عبد الرحمن يعيش النازحون هنا في مدينة المكلا بحضرموت خلال أيام عيد فطر المبارك. المخيم الذي تسكنه أكثر من 20 أسرة نازحة من مناطق الصراع، حيث لا يوجد مكان يقضون أوقاتهم فيه غير هذا المكان الذي يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. والله إحنا نازحين جينا من الحديدة والحرب، يعني هربنا من الحرب، إحنا عشتنا صعبة هنا، من المصروف، من مضاغة غذائية، من حياة كساء أطفال العيد، من تمشية العيد، ما نحصل يعني كما تقول أكلنا أو زواجنا بلا شغال. صراحة يعني عيشة تعب، ما حصلنا يعني أكل، ما نحصل شرب إلا نادرة المساعدة تجي نحن. وإذا جاءت مساعدة يعني مش كما تقول على كل أسرة، في ناس يحصلوا في ناس ما يحصلوا، أنا شوي. يدفع هؤلاء فاتورة الحرب التي فاقت 6 سنوات، حرب أكلت أخضر اليمنيين ويابسهم، لتشردهم الميليشيات وتتخلى عنهم الحكومة ومنظمات الإغاثية، فهم يقضون أوقاتهم على وقع الوعود التي طال انتظارها. تمر الأعياد والمناسبات في هذا المكان كغيرها من أيام السنة، فلا وجود لأي مظهر من مظاهر البهجة عدا تفاقم الوضع من سيء إلى أسوأ. زكريا محمد، قناة المهرية، المكلا.